الموجات الإيجابية على كافة الأبراج الفلكية، البداية مع برج الحمل، يتخلص من بعض المشاكل الشخصية بعد ما حط حد العلاقة أثرت على نفسيته شوية. والثور إن شاء الله يربي، هي استثماراتك باش تكون ناجحة مع بداية العام الجديد نحكيه على 2023. راهو عندك شراكة مهنية جديدة وإن شاء الله زيدا الربح يكون من نصيبك. والجوزاء الحلول موجودة لكل مشاكلك العالقة وفترة ممتازة على الصعيد المالي. السرطان راهو نهير مزيان بالرغم انه فما شوية تقلبات، لكن نحبك تطمين على خاطر الايامات الجايين كلهم خير. الاسد تتحسن امورك واخبار طيبة في الافق، فما زيد علاقة جديدة ترى النور في المستقبل القريب. العذراء نهير داعم بالطاقة الفرحة والحظ حليفك وين ما تكون. نتعدي ونحن البرج الميزان، راهي ايامات ايجابية وان شاء الله زيدا تتخلص من هيك الطاقة السلبية اللي أثرت عليه شوية في علاقته بالحبيب. والعقرب مكافأة مهيش متوقعة في الطريقة هكا، تقديرا لجهودك الكبيرة وتفانيك في الخدمة. القوس راك تتحرر من قيود الماضي وفما بداية علاقة جديدة زيدا، عندك الحب يا قوس وعشقة مزيانة. والجدي يعي زيدا قصة حب والفرحة إن شاء الله زيدا باش تكون من نصيبك الأيامات الجاية. الدلو راهي الانفعالات الزايدة ما عندها حتى مبرر، انا نعرفك عاقل وتفهمني من رمشة عين. ونختمو مع برج الحوت، راهي اجواء عائلية ممتازة والحلول موجودة لبعض المشاكل الشخصية.